ايه مالك؟ شغل انا مش جايبه همها. ايه اداك كام؟ دولار. ايه عايزه؟ هعمل بو يا اخويا. ايه تقليب؟ مال بعض ايه ده؟ صرفتهولك. زود زود. لا لا حلو قوي كده، وكل ما تلم يبقى خليني معاك في الصوره، وانا بعد كده هخليك تدعيلي تلحلح. ده انت جبان. معقول كده؟ اللي بيجيبنا كل ليلة حد يشوفنا؟ حد بيشوف حد في الضلمة دي؟ أمي نايمة جوه. ماما الظلام عبادة. بقولك إيه؟ لف. ألف فين؟ أنت اتجننت؟ لف في المنور. منور؟ يا لهوي. لا أنت لازم تجنني. هنط لك جوه الشقة. أوعى تروح ياخد بيتك. طب قول لي الأول، عايزني لف؟ سألتني على الشغل؟ سألتلك يا سألتني. يبقى هلف. اوعى كده. كل ده يا انسه بتحل تمرين؟ امال بس هتعمل ايه في الامتحان؟ اصل يا استاذ يا انسه خلصيني خلصيني. حاضر حاضر. طب قول لي الاول عملت ايه في التعيين؟ يا انسه خلصيني، انا ورايا شغل بقى. حاضر يا استاذ. حاضر وبسرعه. حاضر بسرعه لو سمحت. صح يا استاذ. وريني اديني القلم. اتفضل. صح كده بقى ممكن تنجح. الحمد لله. قول لي بقى عملت ايه؟ هقول لك. نظرا لاستيعابك الدرس واحتمال حصولك على بكالوريوس العلوم السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. مش هقول لك. يا استاذ والنبي يا استاذ والنبي. قولي. اتفضلي. اتفضلي. والقلم. والقلم. اسمعي بقى يا ستي. ايوه. تقرر صباح اليوم ايوه تعييني طبيب امتياز في مستشفى الخليفه العام. يعني انا هبقى حرم الدكتور جلال؟ طبعا. والنبي؟ طبعا. تمام. طب ومامتك؟ ما تفكريش في الموضوع ده. هدى انا بحبك قوي. اثنين وستين، ثلاثة وستين، أربعة وستين، خمسة وستين. وريني اللي معاكي. خمسة. هم ايه ده؟ انت مستني حد؟ لا ابدا. طب اقفله وخشوا على جوه. ماشي. طلعي بس اللي في جيبك. هتقلبيني. طلع اللي في جيبك. انت عملت بص الناحيه الثانيه. ده انت غريب جدا يا صباح الخير. اهلا يا صباح الفل. الدكتور جلال خير شخصيا؟ كويس انك فاكر اسمي. اروع ده كلام يا راجل. اتفضل. ازيك يا صلاح؟ اتفضل. اهلا اهلا. اهلا دكتور. اقعد اتفضل. انما ايه ده؟ انت عرفت مكاني هنا ازاي؟ خصوصا يعني ان انا سبت اللوكاندا القديمه. احنا الحقيقه تعبنا قوي قبل ما عرفنا انت ساكن فين، بس يعني ولاد الحلال كتير. انا اسف الظاهر جيت يعني من غير ميعاد. ميعاد ايه يا راجل؟ هو احنا في عياد الدكتور؟ انت بتشجر؟ لا 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 ما بشربش. احسن برضه. ايه؟ خير ان شاء الله؟ لا مفيش حاجة. ده بس أبوك. أبويا إيه؟ ماله؟ عيان ولا إيه؟ لا 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 مش عيان، بس في السجن. سجن؟ إيه يعني بيزور حد ولا إيه؟ لا اتسجن يا صلاح. أبويا اتسجن؟ طب تيجي إزاي دي؟
هو الكل اتشال الكيان ولا ايه؟ يا الله. عم قنديل، عم قنديل الراجل الطيب الغلبان اللي عايش طول عمره بيقاتل عشان يفضل محافظ على مكانه جنب الحيط، مرة واحدة كده يخش السجن. ادى علاج غلط لجابر، جابر مات وهو خد 5 سنين. شوف ابويا ده عاش قد ما عاش، لكن برضه للاسف ما عرفش الدنيا. المهم ام واختي عاملين ايه؟ عايشين لوحديهم، محتاجينك قوي يا صلاح. شايف حصل لنا؟ معلش. شايف النكبة اللي احنا فيها يا ابني؟ معلش يا ام، كل اللي يجيب ربنا خير. وحيد الله امال ده امتحان. صلاح. وبعدين بقى امال فين الايمان بالله؟ ده قضاء وقدر. انا اصلي ميت من الجوع. اقعد اقعد يا ولد. طب ومكلف نفسك ليه يا ابني؟ ما هو الغدا موجود. خير ربنا كتير. اتفضلي. الحقيقه يا ابني من يوم اللي جرى وانا ملياش نفسي للاكل ابدا. صلاح جلال جاب لنا تصريح علشان نزور بابا. ماشي طبعا، بس ناكل الاول قبل ما يبرد.